السلام عليكم. ان شاء الله غادي نقدموا غادي نقدم لكم حنش قلوع. كنقبطوا كيلو ديال الفول، كنحتاجوا الكمون، كنحتاجوا الملحه، كنحتاجوا الحامض، كنحتاجوا الشرموله. الشرموله راني وريتها لكم، رجعوا للفيديو ديال الشرموله غادي تلقاوها. الشرموله ها نتوما كي دايره، ترجعوا للفيديو نتاع الشرموله راه تلقاوها، وراني وريتكم راه كيمكن لكم تخليوها في الفريغو، راه يمكن لها تبقى حتى شهر، راه ما كيوقع لها والو. يعني الا درتو ديك المقادير اللي عطيتكم كديروهم في الميكا كتخليهم حتى شهر. عندنا هنا زيت العود، الفول الخضر، الفول الخضر مازال صغير كنديروه بزعلوك. كيكون الفول باقي ما نضش، باقي ما نحل لكم الفول باش تعرفوه. كيكون الفول هكا باقي صغيور، كيكون الفول باقي صغير كنقبطوه على حسب. المهم ما نديروش قل من كيلو. كنقبطو كيلو ديال الفول، كنقبطوه كنديروه في بانيو، كنعومو عليه الماء، كنغسلوه مزيان، كنغسلوه مزيان، ثم كنقبطوه وكنحيدو له هذا الراس هذا الفوقاني والراس التحتاني. وإلا تبعنا شي خيط هكا راه حنا كنحيدو له، كنحاول إلا كان فيه الخيوط كنحاولو نحيدو له هاد الخيوط. وهذا راه خلاص هذا راه مازال صغير راه ما فيهش، كنحيدو هاد الراس هكا، كنحيدو هاد الراس هكا، كنبقاو نقادو هكا. هذا راه كيكون غير في الاول فاش كيكون الفول باقي عاد كيبدا، كيكون الفول باقي صغير باقي ما دار ديك الحبه الكبيره. كنقطوه نقادوه هكا، كنقطوه كنقردوه رقيق. كنقردو هكا رقيق، البرمة راه رطينا الماء يسخن يغلي باش غادي نبخروه باش نديروه في الكسكاس. ما كنديروش ديك الرق نتاع المعدنوس وهذا، لا شويه ماشي عقي وقلب ماشي غليظ. هالكسكاس غادي نديرو فيه هاد الفول وغادي نغطيوه بواحد البلاستيكه تكون بيضاء، وغادي الماء راه هو غليان غادي نديروه فوق الماء. نتمو باش تعرفوا غادي نغطيوه ونديروه يتبخر تقريبا ديك 30 دقيقه. ها هو من بعد ما كيدوز 30 دقيقه كنقلب كنعريو الفول كنلقاوه راه هو طاب، راه هو طايب. دابا خلاص الفول ديالنا هو طايب، كنقبطو في مقلاة كنديرو زيت العود تقريبا واحد نص كاس، كنردوها حتى كتسخن كنزيدو عليه الشرمولة. هيا الزيت راه سخنات درنا فيها الشرمولة، ها هي
نزيدو نزيدو عليها واحد جوج معالق كبار ديال الحامض، أولا نص حامضة، وكيبقى الحامض على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحاجة حامضة بزاف، كاين اللي ما كيبغيش. المهم أنا درت جوج معالق كبار، ندير القليل من الملحة، الكمون راه دائما ما كنكثروش منه، لان الكمون البلدي راه كيكون صوب على اليد، ما كتكثرش منه باش ما كيعطيكش واحد المروره في الماكله. حنا قلنا نديرو راس معلقه وصافي صغيره. هاو دابا حنا دابا غادي نزيدو الفول، فاش كنزيدو الفول كنبقاو ندعقوه، كنديو فداك الشرموله ونجيبوه وكنبقاو ندعقوه هكا بالمغرفه. ومن الاحسن بحال دابا الفول خصكم في الاول ديال الفول، اما لا جلستو حتى الاخر راه ما تلقاوهش، كيكون كيكون كبر وقصح ما كيجيش هكا يعني حنشقلو. راه كنقول لكم دائما الحرور والملحه والحامض كيبقى على حسب لوكو، واخا يعني كديري الحاجه ولكن عرفتي كيبقى على حسب كنتي بغيتو تزيدوها الحروره كون كتزيدو. حنا ديك النوبه كنا صوبنا الهريسه حلوه وصوبنا شرموله، يعني شرموله راه حاره. وراه هاد الفول فاش كتكون الوقت ديالو راه يمكن لك تبخريه هاد الطريقه اللي وريتكم باش كيتبخر، ولا بغيتي تحتفظي به في الفريكو، الا بغيتي تحتفظي به في الفريكو راه كتبخريه وتنشط ديريه في واحد البلاطو حتى يبرد، ثم ديريه في البلاستيكات نتاع الكونجيلاتور وتحتفظي به في الفريكو، راه يمكن له يبقى لك. لان الفول دائما كيكون ما بين شهر جوج شهر ثلاثة، راه يمكن لك تحتفظ به حتى شهر ستة. هاكا دابا راه شحال، هتذوقيه هتشوفي شنو خاصو، خاصها الملحة تزيديها له، خاصو الحامضة تزيديه له، خاصو الحرورة تزيديه له. هاهو من بعد ما وجد حنشكلو ديالنا هو هاهو نصبوه، هاد كيلو ديال الفول راه يمكن له يعطيك حتى 4 سبينيات متوسطين، هاداك حتى 4 سبينيات. هاكا كنزوقوه المزيود والحامض، هذا الحامض راه هو مرقد ان شاء الله. دابا نعاود نوريكم كيفاش ترقدوا الحامض باش يوجد لكم في واحد الوقت قصير، يعني مده 15 يوم راه كيكون الحامض مواجد ان شاء الله. دابا نوريكم كيفاش تصوبوا هذا حنشقلو، راه نبغيكم تجربوه راه يعجبكم بزاف. بالصحه والراحه، شهيه طيبه. Thank you.